هاي بنات، معكم جيكوب لمبز من بوتيكات دبي. هالمرة زيارة مختلفة ومحمسة جدا. رح نصور حلقة من باتل اوف ذا ارتست. الموديل تبعتي حلوة كتير طبعا، واحلى من موديل الفريق الثاني. ميادة من بيروت، حنعمل لوك عظيم. محمد حداد، يعني مشكلة انه حطوك مع معي، هقطعك. هاي، اسمي محمد حداد، انا جاي اليوم دبي علشان اشارك مع بوتيكات دبي في حلقه من باتل اوف ذا ارتست. معاي ريني فرح، موديل وايد جميله من بيروت. راح اعمل ميك اب كثير حلو وراح افوز على جيكوب بالضربه القاضيه. شروط المسابقة: عندكم 30 ثانية لتختاروا الميك اب و30 دقيقة لتعملوا أفضل لوك. هذا يمكن يلزمني إشي، بس مش من الطاولة، من جيبتك أنا. إيه. يلا. تفضل. استرجي. من الكم. استرجي. حداني كأنه ولا أنا. ما حتعرف وين مخبيهم. وين حداني ولا أنا تهيئ لي بس. هيك شيء. بس صراحة حداد، يعني أنا لو محلك بعترض. شوف المعدل تبعتي ما أحلاها. والدليل علبة الدهان اللي حطيتها على وشها. كثير غاديين. هلا شفناكم، ما انتبهنا انكم هون اصلا. ما ايه، شايفة عيونك انا. اذا هو بارم ظهره انا شايفتك. شوف اللي بجيبتك، هي ها الموديل تبعتك قالت لك، ما انت مخبيهم بجيبتك. ميك اب الارتست الشاطر بيتصرف باللي عنده. طبعا بيسرق الميك اب، هذا الطبيعي. لا، بيتصرف باللي عنده. هي 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 هي، هاو ار يو؟ نحن ما عم نجي لعندكم، ما تقرب. بدي كونتورينج باليت، بدي هودا بيوتي تبعتي. خدها خدها. على فكره هي انا اخذتها من الاول. لا الا اذا كانت بجيبتك. صح، ما اجى اخذها هلا. بس ضلك تدرب، يعني انت ما تيأس. يعني على فكره كثير في ناس انه كانوا هيك واسوأ لسه ببدايات. صحيح. يعني اكيد ما في حدا انخلق وهو شاطر. يعني لما قالوا لي انه حداد معي بالحلقه قلت لهم شطور، يعني بحب هالولد. شو تالنتد. تحتاجي رموش ولا رموشك طوال حلوين اوريدي؟ مش عارف احط لك رموش. ايه تطلع حوله. برافو، شو حلو. ثانك يو. خلص. هاي.
هاي انا روني فرح مقدمه برامج وسوشيال ميديا انفلونسر. اليوم كنا مع بوتيكات ببتل اوف ارتست، كان معي محمد كميك اب ارتست هيز اميزنج، وضدي كانت ميادة سليمان وجيكوب. كثير تسلينا، والحلو بالموضوع كله انه كنا عم نعمل ميك اب وبنفس الوقت كنا كثير عم نتسلى. ثانك يو بوتيكات لهالتجربه. مرحبا، انا ميادة سليمان سوشيال ميديا انفلونسر. اليوم عم نصور مع بوتيكات باتل اوف ارتست. صراحه كانت تجربه كثير حلوه. كنت عم صور الميك اب مع جيكوب، صراحه فنان، فيكم تشوفوا قد ايه اللوك كثير حلو. وكانت ضد رنا فرح. كانت تجربه عن جد كثير حلوه، كثير تسلينا. بنفس الوقت عم تعلم تكنيك جديده بالميك اب، وبنفس الوقت فيها كثير فن، ضحكنا كثير. ثانك يو كثير بوتيكات على هالتجربه الحلوه.